مرحبا بكم في رحلة عبر واحدة من أكثر الفصول جاذبية في تاريخ البشرية. سباق الفضاء، انضموا إلينا وسنستكشف المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والتي احترقت بسبب الصراعات الباردة والرغبة في السيطرة على الحدود الأخيرة. بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أنفسهما في صراع للإيديولوجيات. مع تصاعد التوتر، أصبح سباق الفضاء رمزاً للقوة والتكنولوجيا والفخر الوطني. في عام 1957 صدم الاتحاد السوفيتي العالم بإطلاق سبوتنيك 1، أول قمر صناعي اصطناعي. هذا الإنجاز المذهل كان بداية فصل جديد ووضع الأسس لتحقيق إنجازات أكبر، مع يوري جاجارين كأول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي. 2-1-0. ردت الولايات المتحدة بعزم على الإنجاز السوفيتي، فأعلن الرئيس جون كينيدي بجرأة التزامه بإرسال البشر إلى القمر وإعادتهم بأمان إلى الأرض، وهذا ما عرف ببرنامج أبولو الذي شغل العالم. في صيف 1969 تم تحقيق تتويج السنوات العديدة من الجهد والتفاني. نيل أرمسترونغ وياز ألدرين ومايكل كولينز حققوا التاريخ عندما هبطت مهمة أبولو 11 بنجاح على سطح القمر. كلمات أرمسترونغ الرمزية آنذاك حين قال: هذه خطوة صغيرة للإنسان ولكنها قفزة عملاقة للبشرية، ترددت هذه الجملة في جميع أنحاء العالم. بعيداً عن السباق السياسي السوفيتي الأمريكي، ساهم سباق الفضاء في تحقيق تقدم علمي لا يصدق. قام رواد الفضاء آنذاك بإجراء تجارب في الجاذبية الصغرى وتطوير تقنيات جديدة وتوسيع فهم الكون ووضع الأسس لاستكشاف الفضاء المستقبلي. مع اقتراب نهاية سباق الفضاء، ظهر روح جديدة من التعاون. بدأ الخصوم السابقون يعملون معاً، مما أدى إلى المهمات المشتركة وإنشاء محطة الفضاء الدولية. وحتى اليوم يستمر استكشاف الفضاء كمسعى عالمي، فلم يعد حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. سباق الفضاء كان شهادة على القدرة الإبداعية والإصرار البشري وفضول الإنسانية اللافت لاكتشاف المجهول. انضموا إلينا في المرة القادمة حيث نتعمق في فصول تاريخ مثيرة أخرى. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة هذه الرحلة المذهلة مع عشاق الفضاء الآخرين. حتى المرة القادمة، استمروا في النظر للأعلى.